السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتي واحبابي في الله، اهلا بكم في قناتنا قناة منوعات نور. جينا النهاردة حلقة جديدة من سلسلة المرأة والحملة، نتكلم فيها عن موضوع مهم جدا وهو اسباب تخثر الدم عند الحامل. قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا، احب افكركم باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، ونشير الفيديو عشان يوصل لأكبر عدد من النساء. محتويات الفيديو بتاعنا: أسباب تخثر الدم عند الحامل، أعراض تخثر الدم ومخاطر تخثر الدم والوقاية من تخثر الدم عند الحامل. نبدأ الفيديو بتاعنا بسم الله. أسباب تخثر الدم عند الحامل: يعد تخثر الدم إحدى المشاكل الصحية الشائعة خلال فترة الحمل، خاصة في الفترة الأولى، وفيما يلي يأتي ذكر بعض من العوامل التي تلعب دور مهم في زيادة خطر الإصابة بتخثر الدم خلال الحمل. المعاناة من زيادة وزن الجسم، السفر لمسافات طويلة خلال فترة الحمل، الخضوع للجراحات القيصرية، وجود أقارب يعانون من تخثر الوريد العميق، تجاوز سن 35، قلة الحركة لفترات طويلة، التدخين أو التعرض للتدخين السلبي بشكل متكرر، حدوث مضاعفات خلال الحمل أو الولادة، الإصابة بأنواع معينة من المشاكل الصحية مثل مرض السكر أو أمراض القلب والرئتين. أعراض تخثر الدم عند الحامل: توجد بعض من الأعراض التي قد تظهر نتيجة الإصابة بتخثر الوريد العميق، ومنها ما يلي: ظهور أعراض الإصابة بجلطة الرجل أو المعروفة باسم الوريد الخساري العميق، ومن هذه الأعراض الشعور بألم أو زيادة حساسية الجزء المصاب لللمس وهو غير ناتج عن التعرض لإصابة معينة، ملاحظة انتفاخ الطرف المصاب، تغير لون الجلد في المنطقة المصابة واحمرارها وزيادة حساسيتها لللمس. أعراض الإصابة بالانصمام الرئوي أو من أكثرها شيوعا: الإصابة بسعال مصحوب بخروج الدم، مواجهة صعوبة في التنفس، الشعور بألم في الصدر يزداد سوءا عند السعال أو التنفس بعمق، المعاناة من عدم انتظام نبض القلب وزيادة سرعة النبض أكثر من المعتاد. مخاطر تخثر الدم عند الحامل: قد يؤثر الخسار الوريدي العميق بخطورته خلال فترة الحمل، ويكون ذلك بعدة طرق: الإصابة بالجلطة الدماغية، تكون التخثر الدموي في المشيمة، المعاناة من الانصمام الرئوي، الإصابة بالنوبات القلبية، حدوث الإجهاض. الوقاية من تخثر الدم عند الحامل: هناك عدة نصائح يمكن اتباعها للوقاية من حدوث تخثر الدم خلال الحمل، ومن هذه النصائح يمكن ذكر ما يلي: الحرص على ممارسة النشاط الجسدي بعد أخذ موافقة الطبيب، إدراك وجود العوامل التي تزيد من خطر حدوث تخثر الدم خلال الحمل، ومعرفة التاريخ العائلي المرضي للإصابة بتخثر الدم وإخبار الطبيب بذلك، إدراك الأعراض والعلامات التي تشير إلى حدوث تخثر الدم خلال الحمل، الحرص على تحريك الأرجل بشكل مستمر عند السفر لمسافات طويلة وبعيدة. الجلطة الدموية هي كتلة من الدم تغيرت من حالتها السائلة إلى حالات شبه الهلام أو شبه صلبة، والتخثر أو التجلط هي عملية ضرورية يمكن أن تمنع فقدان الكثير منها من الدم في حالات معينة مثل الإصابة أو الجروح، لكن تتشكل الجلطة في بعض الأماكن مثل داخل أحد الأوردة فإنها لن تذوب من تلقاء نفسها، ويمكن أن يكون ذلك خطرا للغاية وقد يهدد الحياة. لن تؤذيك الجلطة الدموية غير المتحركة بشكل عام، لكن هناك احتمال أن تتحرك هذه الجلطة وتنتقل عبر الأوردة إلى قلبك ورئتك، مما يسبب عطلة في هذه الأعضاء ومنع تدفق الدم إليها. أسباب الجلطات الدموية أثناء الحمل: الكوليسترول: يسبب ارتفاع نسبة الكوليسترول الضار في الدم، انسداد الشرايين مما يؤثر على تدفق الدم، قلة الحركة يمكن أن يؤدي الوقوف أو الجلوس لفترات طويلة إلى تعزيز تطور جلطات الدم في الساق. الجفاف: يمكن أن تتطور الجلطات الدموية عند المرأة الحامل بسبب عدم الاهتمام بشرب الماء أو العصائر مما تسبب في الجفاف. التعافي من الجراحة:
يمكن أن تحدث تجلط الدم أثناء مرحلة التعافي من إجراء عملية جراحية. زيادة حجم الطفل: تسبب زيادة حجم الطفل أثناء الحمل بالضغط على الأوردة الدموية إلى منطقة الحوض، مما يجعلها أكثر قابلية لتكوين جلطة في تلك المنطقة. بعض الأدوية تسبب تناول بعض الأدوية التي تكون جلطات مثل أقراص تحديد النسل، تلعب بعض العوامل دورا في تكوين جلطات دموية أثناء الحمل مثل عوامل وراثية. بعض الحالات الطبية مثل أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم والسكر يزيد الإصابة بتجلط الدم عند نساء الحوامل فوق سن 35 عام. التدخين والسمنة. أعراض الجلطات الدموية أثناء الحمل: ألم في الصدر أو في الصدر أو ضيق في الصدر، السعال الدموي، صعوبة في التنفس، التعب الشديد، تورم في الساق والفخذين وأسفل الظهر. طرق التشخيص والعلاج: توجد عدة طرق تساعد في تحديد الجلطات الدموية مثل الأشعة المقطعية، الموجات فوق الصوتية، اختبار دي ديمرا لقياس مستوى البروتينات، التصوير بالرنين المغناطيسي. المضاعفات الصحية أثناء الحمل: يسبب تجلط الدم أثناء الحمل العديد من المضاعفات الصحية للأم مثل الإصابة بالإسداد الرئوي، نوبات قلبية، سكتة دماغية، تسمم الحمل، ضعف المشيمة، مما يمنع تدفق الدم إلى الجنين. ويسبب تجلط الدم أيضا ضررا للجنين مثل تأخر النمو بسبب ضعف المشيمة والإجهاد والولادة المبكرة. طرق الوقاية من جلطات الدم: يجب على الأم الحامل الحفاظ على النشاط البدني لتحسين الدورة الدموية وعدم الجلوس لفترة طويلة. شرب الماء يوميا بمقدار 3 إلى 4 لتر يوميا. اتباع نظام غذائي صحي. ما العلاقة بين تخثر الدم والحمل؟ من أهم الأسئلة التي قد تتساءل عنها المرأة الحامل هي عن ماهية العلاقة التي قد تربط بين حالة تخثر الدم، وهنا سنبين حقيقة العلاقة الرابطة بين تخثر الدم والحمل فيما يلي. غالبا ما تظهر الإصابة بتخثر الدم في الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل أو حتى بعد الولادة بفترة قليلة، وذلك نتيجة لارتفاع هرمون الاستروجين. تتغير طبيعة الدم ويصبح معرضا للتخثر أكثر من ذي قبل، كما أن الضغط المستمر على الأوعية الدموية الموجودة حول منطقة الحوض نتيجة نمو الجنين داخل الرحم الأم قد يؤدي إلى انخفاض تدفق الدم إلى الأطراف السفلية. ويوجد عدة عوامل أو أسباب تؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بتخثر الدم أثناء الحمل، منها ما يلي: العامل الوراثي، حيث تزداد نسبة حدوث التجلطات عند المرأة الحامل في حالة وجود تاريخ عائلي سابق للإصابة بنفس المشكلة. زيادة عمر الحامل، الحمل بتوأم، السمنة الزائدة، جفاف الجسم نتيجة قلة شرب الماء، التدخين، إجراء عملية قيصرية، الاضطرار للوقوف أو الجلوس لفترات زمنية، تناول العلاجات الهرمونية في حالة اضطراب الإخصاب، المعاناة من الأمراض المزمنة كمشاكل القلب أو السكر. أعراض تخثر الدم في الحمل: غالبا ما تظهر علامات تخثر الخثرة الدموية في الأوردة العميقة على شكل تورم في الساق مع الإحساس بالألم الذي يزداد سوءا عند المشي، كما تظهر الأوردة الدموية بحجم أكبر من الطبيعي وأحيانا قد تقل. تنقل الخسرة الدموية من الساق إلى الرئة، الأمر الذي يؤدي إلى الشعور بعدة أعراض منها أوجاع في الصدر، تزداد سوءا مع السعال أو محاولة أخذ نفس عميق، صعوبة في التنفس، سعال دموي، تسرع في دقات القلب. مضاعفات الإصابة بتخثر الدم أثناء الحمل: قد يؤدي تخثر الدم عند المرأة الحامل إلى مضاعفات خطيرة، أحيانا أهمها السكتة الدماغية، النوبة القلبية، تخثر الدم في المشيمة، الإجهاض أو الولادة المبكرة، تسمم الحمل. علاج تخثر الدم أثناء الحمل: في حال تمت إصابة الحامل بتخثر الدم، غالبا ما يتم وصف أنواع معينة من مضادات التخثر بجرعات آمنة أثناء الحمل مثل الهربيرين. من الأدوية الآمن استخدامها أثناء فترة الحمل لعدم قدرة الدم على عبور المشيمة والوصول إلى الجنين، ويتم إعطائها على شكل حقن تحت الجلد. وغالبا ما يطلب الطبيب إيقاف حقن الهبرين
قبل 12 إلى 24 ساعة من بدء عملية الولادة تجنبا لحدوث مضاعفات النزيف. طرق الوقاية من تخثر الدم والحمل. من المهم أن تحاول الحامل تجنب الأسباب التي تؤدي إلى إصابتها بتخثر الدم، ومن ذلك المحافظة على النشاط البدني والحركة التي تناسب مع وضع الحامل الصحي بحسب إرشادات الطبيب، وذلك بهدف تحسين الدورة الدموية، اتباع حمية غذائية صحية، وشرب كميات كافية من الماء للحفاظ على وزن صحي أثناء فترة الحمل، تجنب الجلوس والوقوف فترات طويلة، ضرورة الإقلاع عن التدخين، الحرص على ارتداد الجوارب الضاغطة في حال تم وضعها وصفها من قبل الطبيب. كده كنا خلصنا حلقتنا النهاردة. أشوفكم على خير في حلقة جديدة من قناتنا، قناة منوعات نور. وقبل ما ننهي الفيديو أنا أحب أفكركم باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، ونشير الفيديو عشان يوصل لأكبر عدد ممكن. أشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.